السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروري كسو دوات أنا فريما رمضانك وحيدنا سعسين نيان أرتيد حنانا حرورت إيمان وحيدنا سعسين دونا أني أوه سلمان عبد سلام أحمد بحان كسو قهان دونا حديث كمتة حديث يا رمضانك ولغا سوري رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كأيا سيدنا عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. قال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق لا يدخل أحد منه غيرهم. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري في الجنة 8 أبواب فيها يسمى الريان لا يدخل إلا الصائمون. ولغوضه صحابي سهل بن سعد إلا الله كره المقضي أياني بقوحه وكوريه إنه يري جنة الباب بيض وحاكمته الباب عده الريان الباب كاسمها انت قيامها وحا قليا ددك صومان أو قليا قف كلنا ما قليا وحال دايا عاوي ددك صومان ياشا يعني يدوك كسو سوم جري ويستاقيان قف كلنا ما قليا والحر يا مركا عيك قلان. بقاري مسلم يا سو صاري روايات كلاو إمام بقاري سو صاري يا جنة وحالة سيدة الباب وحانا كمت الباب عنده الريان وحانا كقلا دتك صومان حلقة سعيان كوكينينا رمضان مبارك.